طب حضرتك شايف ان ده مستمر في ان هو يزيد؟ بص حضرتك، اولا منبر حضرتك ده منبر مهم قوي، لانه بيناقش، احنا مش برنامجك فيه اختلاف، انت مش بتناقشي بتقولي مرض وبتعالجيه، لا انت بتدي للناس اسلوب حياه. يعني حتى لما شفت البرومو بتاع البرنامج بتاع حضرتك، بنحاول نغير اسلوب الحياه. رائع. ليه؟ حضرتك اولا طبيبه، اتنين حضرتك رياضيه، وبالتالي عملتي ميكس بين حاجتين ما بقوش موجودين، اللي هو ايه؟ ازاي ان انا احافظ ان انا موجوده في شغلي، وازاي ان انا احافظ على لياقتي والرياضه. البرومو كان مدته دقيقه، حقيقه بصراحه رائع. ربنا يبارك لك، بس الاخراج وفريق لا العمل لا يعني ما شاء الله، احييهم طبعاً. احييهم جميعا. بس في معاني كتيره قوي، في رسائل كتيره قوي، ان انت صحتك هي فعلا حياتك. صح. الحاجه الثانيه، في عادات بسيطه قوي احنا ما بنعملهاش، المشي والرياضه. حضرتك سافرت العالم كله، الصبح الساعه 6 الصبح بتلاقي الناس بتجري في الشارع نص ساعه قبل ما يروحوا شغلهم. صح. احنا ما عندناش الكلام ده كله، احنا بنصحى نلبس ناخد نجري على الشغل، نجري عشان على الزحمه، نجري على الشغل، نخلص الشغل نرجع نجيب العيال، نطلع على التمرين. صح. نرجع ننام وهكذا، ودوامه الحياه تستمر. مع ان اللي عايز حاجه بيعملها، تقدري حضرتك ببساطه شديده قوي تقدري تنظمي حياتك. وقتنا مزدحم، النمط الحياه وريتم الحياه بقى سريع، بس تقدري في عجاله بسيطه قوي تفصلي، تدي لنفسك قسم من الراحه، تدي لنفسك جزء ان انت تشوفي حياتك الشخصيه وحضرتك، وتراعي صحتك. حالك حتى لو كان السويت اوف لايف ما بيجيش من ان انت بتنجح بس في شغلك، السويت اوف لايف بيجي من ان انت بتدي لجسمك برهة من الوقت ان انت تستعيد فيه لياقتك، ومن ضمنها المشي والرياضة. تمام.